طيب طالما بقى يعني مريم سميح وضيفها استاذ ايمن جلبرتو يعني ختموا الجزء الاخير من كلامهم او من حوارهم بالبريمير ليج، عايز اقول لكم خبر ليه يعني علاقه بالمنطقه دي من العالم. رابطه الانديه الانجليزيه اعلنت مؤخرا عن اقامه مباراه نهائي كاس الاتحاد الانجليزي لموسم 2021-2022 بحضور عدد محدود من الجماهير. القرار جه يعني عمليه اختبار رسميه من الحكومه البريطانيه يشوفوا من خلالها مسألة عودة حضور الجماهير في باقي المسابقات المحلية، وطبعا على رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ما كانوا غايبين لفترة طويلة جدا أكيد بسبب جائحة كورونا. من المقرر أن يقام نهائي بطولة الكأس يوم 25 إبريل القادم إن شاء الله بين مانشستر سيتي وتوتنهام، وبالفعل وافقت الحكومة البريطانية على حضور 8000 مشجع في المدرجات بملعب ويمبلي. وهتحدد بقى رابطة الأندية الإنجليزية خلال الأيام القليلة القادمة نسبة كل نادي من التذاكر عشان يبقوا ضامنين قدرة المشجعين على حضور المباراة ومؤازرة فريقهم. طبعا بتسعى الحكومة البريطانية إلى عودة الحياة لطبيعتها مرة تانية في ملاعب كرة القدم المختلفة، وده قبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020. طبعا يعني الحقيقة كرة القدم بصفة خاصة تأثرت بشكل سلبي جدا على مدار يمكن السنة ونص اللي فاتت بمسألة عدم حضور جماهير، وإحنا كمان كمحبين وكمتابعين لكرة القدم سواء محليا أو عالميا برضو ما حضراتكم تبقوا سامعين كده أصوات الجماهير وهي بتهتف بيعملوا مفعول السحر على فكرة، وبينعكس علينا إحنا حتى لو إحنا بنتفرج في البيوت. فنتمنى أولا زوال هذه الجائحة لأن كلنا فرهضنا منها بما يكفي، ثانيا بقى أن ترجع الحياة الرياضية مرة تانية لطبيعتها. أروح